بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة رقم 5 في مادة ديناميكا الجسم الجسدي. المحاضرة رقم 5 عبارة عن أمثلة على كيفية إيجاد العجلة الزاوية بنقطة بتتحرك بالنسبة إلى نقطة أخرى. فدول 3 أمثلة موجودين على السبورة. العجلة الزاوية بتعتمد على السرعة الزاوية، يعني لازم تكون عندك موصلات السرعة الزاوية قبل ما تبدأ تجيب العجلة. فالمسألة الأولى والثانية تطبيق مباشر على كيفية إيجاد العجلة الزاوية، بحيث إن أنا هستخدم القانون ده. لو أنا عايز أجيب عجلة النقطة E بالنسبة إلى عجلة النقطة O زائد، لازم أجمع عليها العجلة الزاوية اللي جاية من العجلة المماسية والعجلة العمودية. فالفا او اي اللي هي العجله الزاويه بالنسبه للطبيب او اي كروس الار اي بالنسبه الى الاو، حيث نقطه الاحداثيات هتبقى موجوده عن النقطه او، ناقص الاوميجا تربيع اللي هي السرعه الزاويه اللي انت جايبها من مساله السرعه المضروبه في الار اي بالنسبه الى الاو. يبقى انت مشكلتك دلوقتي عشان تحدد العجله الزاويه لاي نقطه محتاج تنسبها الى النقطة المجاورة ليها، ومحتاج تجيب السرعة الزاوية للقضيب اللي بيربط ما بين النقطتين، وهتضربه كروس برودكت في متجه الموضع للنقطتين او الخط المستقيم الواصل ما بين النقطتين، ومحتاج ايضا الاوميجا اللي هي السرعة الزاوية الخاصة بالقضيب والار اي بالنسبة الى الاو انت جبتها خالص. طيب هنفرض ان احنا ما عندناش الاوميجا، يبقى لازم اروح احل مساله السرعه الاول قبل ما احل مساله العجله. وليكن ان انا ما عنديش العجله الزاويه. العجله الزاويه زي ما اتفقنا قبل كده ان هي دايما لها مرتبه واحده فقط في اتجاه محور الزد. فهي لو ما هيش عندي لازم افرضها بثابت او كميه قياسيه مضروبه في متجه الوحدة K. بداية المسألة لازم أبدأ من النقطة الثابتة اللي معطى عندها العجلة الزاوية. فالمثال اللي قدامي ده مثال رقم 1. عندي لينك مكون من 3 قضبان. القضيب OA يصدم بسرعة زاوية بعجلة زاوية مقدارها بسرعة زاوية مقدارها أوميجا OA بتساوي 10 أمتار في سكن في عكس اتجاه عقارب الساعة. و الاي بي بيدور بسرعه زاويه مقدارها 2.5 في عكس اتجاه عقارب الساعه فبياخد اشاره موجب. اي الاوميجا بي سي بتساوي 5.83 في اتجاه الكي وبيدور في عكس اتجاه عقارب الساعه. هنا معطى كل الاحداثيات او معطى السرعه الزاويه لكل القضبان. فانا عايز مساله العجله، فهبدا من عند النقطه او، النقطه او ثابته والجسم ده او القضيب ده بيدور بسرعه منتظمه حوالين نقطه او، فمتجه الموضع او السرعه الزاويه هي اي او. فانا عشان اجيب البيانات المطلوبه عشان ابدا اعوض محتاج الار او، محتاج الار اي بالنسبه الى الاو اللي هو متجه موضع النقطه A بالنسبة إلى الأو. إذا الإحداثيات لازم تبقى موجودة عند النقطة O واتجه الموضع، يبقى أنا هحلل القيم اللي المساقط في اتجاه محور الإكس والمساقط في اتجاه محور الواي. هنا عندك 60 ملم في اتجاه السالب لمحور الإكس، هقسمها على 1000 عشان أحول كل الأطوال اللي موجودة في الرسم كلها للملم، هقسم على 1000 علشان أحولها إلى المتر. ولو عايز تشتغل بالمليمتر برضه مفيش مشكله لسهوله الحسابات. فانا هنا هقسم على ال 1000. 60 لما اقسمها على ال 1000 طبعا الاشاره السالب عشان انا بتجه في اتجاه محور الاكس السالب 0.06 في اتجاه الاي زائد 80 0.08 في اتجاه الجي بالمو. الفا او اي بتساوي صفر، لان في بدايه المساله قال لي ان الجسم ده او اي بيدور بسرعه زاويه ثابته او منتظمه، فالالفا او اي
بتساوي صفر. يبقى الحد والنقطة ايه عجلتنا النقطة او العجلة الخاصة بها بتساوي صفر عشان الدوران حوالين نقطة البو، وبالتالي المقدار ده كله هيبقى بصفر ما عدا المقدار ناقص الاوميجا تربيع ار ايه بالنسبة الى البو. يبقى عجلة النقطة ايه بتساوي ناقص الاوميجا تربيع اللي هي السرعة الزاوية الخاصة بالقضيب او ايه اللي هي بتساوي 10 لما اربعها تبقى 100 مضروبه في الار ايه بالنسبه الى الاو. الار ايه بالنسبه الى الاو اللي هي ناقص 0.06 في اتجاه الاي زائد 0.08 في اتجاه الجي هتساوي لما اضرب ده تدي 6 في اتجاه الاي ناقص 8 في اتجاه الجي. يبقى عجلة النقطة ايه هتساوي 6 في اتجاه الواي ناقص 8 في اتجاه الجي. دي اول عجلة. تعالى ننتقل للقضيب الاخر اللي هو القضيب A-B. القضيب A-B طوله 260 والمساقط اقدر اجيب منها واتجه المطر. انا عندي في القضيب A-B عايز اجيب سرعه او عجله النقطه دي بالنسبه الى عجله النقطه A اللي انا لسه معينها زائد الفا اي بي كروس الار بي بالنسبه الى الاي ناقص الاوميجا تربيع ار بي بالنسبه الى الاي والاوميجا هنا الخاصه بالقضيب اي بي. طبعا هنا انت عندك الفا اي بي ديت مش معلومه، الاوميجا ديت معلومه. فالاي بي اللي هي عجله النقطه دي تعوض من الاي اللي هي 6 في اتجاه الار ناقص 8 في اتجاه الجي زائد المحدده اي J A 0 أوميجا سوري ألفا للقضيب A B والـ R B بالنسبة لـ A. تعال نجيب الـ R B بالنسبة إلى الـ A. أنا عايز القضيب نقطة الأصل هنا بالشكل ده كده. الارتفاع ده طوله 80 وده طوله 180 يبقى لما اطرح يطلع ده طوله 100 ده طوله 180 ملم ده طوله 180 لما اطرح منه 80 يدينا المركبه الرأسيه اللي هي بتساوي 100 في اتجاه الجي. عندي هنا نقطه الاصل هنا فعندي 180 زائد 60 تطلع 240 اقسمها على 1000 يبقى تدي 0.24 في اتجاه الار وفي اتجاه الجي بتساوي 100 لما اقسمها على 1000 يبقى 1/10 وهنا 0 ناقص الاوميجا تربيع اللي هي الاوميجا الخاصه بالقضيب اي بي اللي هي بتساوي 2.5 تربيع مضروبه في 0.24 في اتجاه الاي زائد 0.1 في اتجاه الجي. احسب ده هتطلع الـ EB بتساوي 6 في اتجاه الـ I ناقص 8 في اتجاه الـ J لما تحسب ده هيطلع لك 0 ناقص زائد لما تحسب ده كده هيطلع 0 ناقص 1/10 ألفا EB في اتجاه الـ I ولما تفك فيه اتجاه الـ J هيبقى عندك 0 ناقص ألفا EB في ناقص في 24% وفي ناقص قدام الجي تتحول الى زائد 0.24 في الفا اي بي اتجاه الجي وعندك هنا ناقص 225 في 2/10 سميها بي اوميجا اي بي زي ما هي يبقى ناقص 0.24 اوميجا اي بي تربيع اتجاه الاي
ناقص 0.1 اوميجا اي بي في اتجاه الجي. جمع الحدود اللي في اتجاه الاي مع بعضها يبقى عندك ده 6 وده في اتجاه الاي وده في اتجاه الاي، يبقى عندك 6 ناقص 0.1 الفا اي بي زائد ناقص 0.24 اوميجا اي تي تربيع اتجاه الاي، وعندك اتجاه الجي ادي حد 2 3 زائد ناقص 8 زائد 0.4 الفا دي 4 الفا اي بي ناقص 0.1 اوميجا اي بي في اتجاه الجي، ده اللي هي الاي في اتجاه الجي. دي معادله رقم 2. تعال ننتقل للقضيب الاخر البي سي. البي سي انا هتعامل مع النقطه اي، فعايز عجله النقطه بي بالنسبه الى السي. عجله النقطه بي بالنسبه الى النقطه سي بتساوي زائد الفا بي سي كروس الار بي بالنسبه الى السي ناقص الاوميجا تربيع البي سي في الار بي بالنسبه الى السي. الاي سي بتساوي صفر، الاي سي بتساوي صفر، هيفضل عندك الفا اي بي الاي جي كي المحدده بتاعتي صفر صفر الفا بي سي والار بي بالنسبه للسي. نقطه الاصل هتبقى هنا، ما عنديش غير المركبه اللي في اتجاه محور الواي فقط اللي هي بتساوي 180 لما اقسمها على 1000 تدي 18% يبقى تدي 18% وهنا صفر ناقص الاوميجا بي سي تربيع، ده تربيع طبعا مفيش هنا علامه متجه، علامه المتجه هنا، وده هيبقى مضروب في 0.18 في اتجاه الجي. لما تفك ده هتحصل على الاي بي بتساوي، لما تفك هتفك ده مع ده يبقى صفر ناقص 18% الفا بي سي ناقص 18% الفا بي سي، وهيجي معاها ناقص اوميجا بي سي مفيش هنا طبعا جي خلاص كده يبقى ده في اتجاه الجي. هتفك ده مع ده يبقى صفر ناقص الفا بي سي ناقص الفا بي سي فصفر، فمش هيطلع عندنا مركبات ثانيه، يعني ده لما تلغيه صفر صفر مش هيطلع غير مركبه واحده فقط ناقص دي تربيع ناقص 0.18 اوميجا بي سي تربيع في اتجاه الجي. دي المعادله رقم 3. لو انت بصيت على المعادله رقم 3 والمعادله رقم 2 انت جايب عجله النقطه بي من اتجاهين مختلفين، ناسب عجله النقطه بي الى النقطه سي وناسب عجله النقطه بي الى النقطه اي، ولازم الاثنين دول يطلعوا متساويين، يبقى من المعادله رقم 2 و3 لازم يطلع الاي بي اللي جاي من ناحيه السي لازم تساوي الاي بي اللي جاي من ناحيه الاي. لما تساوي هتساوي المعاملات اللي في اتجاه محور الاكس اللي هي معاملات الاي مع بعضها ومعاملات الجي مع بعضها، يطلع عندك معادلتين في مجهولين، المجهولين اللي عندك اللي هي الالفا بتاعه القضيب اي بي والالفا بتاعه القضيب بي سي. الاوميجات معروفه عندك، احنا مدينا في بدايه المساله مسالتين او معادلتين من الدرجه الاولى تقدر تحلهم مع بعض وتحصل على العجلة الزاوية للقضيب اي بي والقضيب بي سي، تقدر تكمل الحسابات العددية بهدوء ما فيهاش مشاكل. المثال رقم 2 عندنا بلوك بالشكل ده، النقطة O متصلة بالنقطة A في وضع أفقي والـ A متصلة بالـ B في بلوك بيتحرك في اتجاه أفقي.
القضيب او اي بيدور بسرعه زاويه مقدارها الفا بعجله بسرعه زاويه مقدارها 4 مربع في الثانية في اتجاه عقارب الساعه، وبالتالي الاوميجا بتاعته بتساوي ناقص 4 كيلو. والقضيب اي بي بيدور بسرعه زاويه مقدارها ناقص 3/2 في اتجاه الكيلو. يبقى انا كده عندي مساله السرعه معطاه جاهزه، يبقى انا عايز احل مساله العجله. ايه اللي انا عايز اعينه؟ عايز اعين الالفا اي بي بتاعه القضيب او العجله الزاويه بتاعه القضيب اي بي، وعايز اعرف السرعه في بي ديت بتروح ازاي او اشارتها ايه او قيمتها ايه. فانا دلوقتي هتعامل مع نقطه ايه من اتجاهين، نقطه ايه هي الفيصل او الحكم او اللينك اللي بين الاربط ما بين النقطه ايه والنقطه او النقطه بي. فانا عايز اجيب عجله النقطه ايه من اتجاهين مختلفين، عجلة النقطة A من اتجاهين مختلفين. عجلة النقطة A منسوبة إلى عجلة النقطة O زائد الألفا O A كروس الـ R A بالنسبة إلى الـ O ناقص الأوميجا تربيع للـ A O مضروبة في الـ R A بالنسبة إلى الـ O. أنت عندك النقطة O ثابتة يبقى العجلة بتاعتها بتساوي صفر. القضيب O A بيدور بسرعة منتظمة يبقى الحد ده بيساوي صفر. عندك الأوميجا A O معطاة اللي هي بتساوي ناقص 4. عوض يبقى يطلع عندك ناقص 4 لما تربعها تدي 16 وفي ناقص 4 16 مضروبة في الـ R A بالنسبة إلى الـ O. أنت نقطة الإحداثيات بتاعتك موجودة عند النقطة O، فما عندكش غير مركبة واحدة فقط في اتجاه محور الـ X اللي هي بتساوي 60. خلي القيم زي ما هي مش هنغيرها، نشتغل بالمليمتر، يبقى 60 في اتجاه الـ R. تحسب ده يطلع لك ناقص 0.69 في اتجاه الـ R. يبقى عجلة النقطة A بتساوي ناقص 9.60 في اتجاه الأرض. دي المعادلة رقم 1. تعالى هات لي الـ A من ناحية الـ B. عجلة النقطة A بتساوي عجلة النقطة B زائد الألفا الخاصة بالقضيب AB كروس الـ R B بالنسبة إلى الـ A الـ B بالنسبة إلى الـ A ناقص الأوميجا تربيع AB في الـ R B بالنسبة إلى الـ A. سوري، هنا عجلة النقطة متجه الموضع الخاص بالنقطة A منسوب إلى النقطة B، يبقى ده A وده B، سوري ده A وده B. عشان اختيار الموضع نقطة الأصل عشان أجيب متجه الموضع هتخليني لو ما اخترتهاش صح هيبقى في خطأ في الإشارة. أنت عشان تعين الـ AB، طبعًا هنا الـ AB ما أنتش عارفها اللي هي عجلة النقطة A، يبقى عجلة النقطة A هفرضها إن هي كمية قياسية AB في اتجاه محور الإكس. ليه محور الإكس؟ عشان النيوكل بيتحرك في اتجاه محور الإكس. طب السؤال دلوقتي هاخده موجب ولا اخده سالب؟ لا، خده موجب، والحسابات بتاعتك هي اللي هتحدد لك اتجاه الحركة عشان تريح نفسك. ألفا AB برضه ما أناش عارفها، فلازم أفرضها ألفا AB بتساوي كمية قياسية ألفا اي بي في اتجاه الكي. ليه في اتجاه الكي؟ لأن احنا افترضنا أساسا إن السرعة الزاوية والعجلة الزاوية دائما في اتجاه محور الزد، والأوميجا اي بي معطاة عندك اللي هي بتساوي ناقص 3/9 في اتجاه محور الكي. عوض عندك في العلاقة اي بي، يبقى الاي بي اللي هي عجلة النقطتين والمركبة اللي في اتجاه محور الواي بتساوي 120 وهنا صفر، ناقص الأوميجا تربيع اللي هي بتساوي ناقص 9/4 و
والار اللي هي 120 160 في اتجاه الاي زائد 120 في اتجاه الجي. فكده هي هيبقى عندك الاي اي اللي هي عجله النقطه اي بتساوي لما تفك المحدده دهيت بالشكل ده هيبقى عندك صفر ناقص 120 الفا اي بي، وعندك اي بي في اتجاه محور الاي، وهنا يبقى عندك ناقص 120 الفا اي بي ايضا في اتجاه محور الاي، وتعالى هات المركبه اللي هنا في اتجاه محور الاي 160 على الاربعه 16 على الاربعه فيها الاربعه 40 في 9 40 في 9 بتطلع ناقص 360 في اتجاه الاي. والاي ده المركبات اللي في اتجاه الاي. تعالى جمع المركبات اللي في اتجاه الجي. هتلغي انت طبعا هنا ما عندكش جي، هتلغي الصف ده مع العمود ده، هيبقى عندك صفر وعندك هنا ناقص 160 الفا اي بي وفي ناقص قدام الجي يبقى تدي 160 الفا اي بي. تعالى هات المركبه اللي في اتجاه محور الجي. الاربعه هتختصر مع ال 120 تدي 30. 30 في 9 بناقص 270 عشان في ناقص بره في اتجاه الجي. خد الجي ايه؟ عامل مشترك من كل الحدود. المعادله دهيت سميها المعادله رقم 2. بص على المعادله رقم 2 والمعادله رقم 1. المعادله رقم 1 انا جبت الـ A منسوبه عجلتها الى نقطه O. وجبت الـ A منسوبة عجلتها إلى النقطة B، لكن عجلة النقطة B غير معلومة لك، فرضتها بتتحرك في اتجاه محور الـ X، ففرضتها مركبة في اتجاه محور الـ X اللي هي A B. حصلت على معادلتين، المفروض إن العجلة الزاوية من القضيب اللي جاية من النقطة A و B من المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2 لازم يطلع الـ A اللي انا جايبها من المعادله من النقطه A المنسوبه للنقطه O بتساوي العجله اللي جايبها من النقطه A منسوبه الى النقطه B. لما تساوي معاملات الX او معاملات الاي اللي في نفس الاتجاه هتحصل على معادله، ولما تساوي المعاملات اللي في اتجاه محور الواي هتحصل على معادله. انت عندك مركبه واحده للعجله في اتجاه محور الX هتحصل على ان ناقص 960 اللي هي في اتجاه الاي هتساوي اي بي ناقص 120 الفا اي بي ناقص 360. ادي المعادله. وعندك المركبه الثانيه 160 الفا اي بي ناقص 270 بتساوي صفر. دول معادلتين في مجهولين، المجهولين هما الـ AB والألفا AB. أنت عندك الألفا AB موجودة في المعادلة الثانية لوحدها، تقدر تعين منها الألفا AB، تنقل الحد ده الناحية الثانية بإشارة مختلفة وتقسم على ده، تعين الألفا AB، تعوض بقى في المعادلة اللي فوق تحصل على الـ AB. المثال الثالث هو عبارة عن مسألتين في بعض، مسألة سرعة ومسألة عجلة. عندي لينك بالشكل ده مكون من ثلاثة قضبان. القضيب الأول اللي هو AB بيدور بسرعة زاوية مقدارها بسرعة زاوية في عكس اتجاه عقارب الساعة. السرعة الزاوية بتساوي 20 في اتجاه محور الكام. أنا هحل مسألة السرعة الأول وهسيب لك مسألة العجلة. أنا عايز عجلة سرعة النقطة B. سرعة النقطة B بتساوي سرعة النقطة A زائد الاوميجا اي بي كروس الار بي بالنسبه الى الاي. كل دي متجهات. عندك سرعه النقطه اي بصفر يبقى ده مش موجود معانا. الاوميجا اي بي معطى والار بي بالنسبه للاي هو اللي مجهول. تعال نجيبه. الار اي بالنسبه للبي يبقى نقطة الأصل موجودة عندي الـ A. لو أنت بصيت على الرسم
ده 200 في اتجاه الاكس وده 350 يبقى الار هتطلع 200 في اتجاه الاي زائد 350 في اتجاه الجي. عوض في سرعه النقطه دي يبقى سرعه النقطه دي بتساوي المحدده صفر سوري اي جي كي الصف الثاني صفر صفر 20 اللي هي السرعه الزاويه للنقطه للقضيب اي بي والصف الثالث مركبات متجه الموضع اللي هي 200 و350 في اتجاه الجي وصفر. لما تفك ده هتلغي ده مع ده هيطلع صفر ناقص 2 في 35 بتساوي 70 وحط الصفرين التانيين في اتجاه الار ولما تلغي ده مع ده هيطلع صفر وده هيطلع ناقص 4000 وفي ناقص بره دي هيطلع زائد 4000 اتجاه الجي. كده انت عينت سرعة النقطة B بالنسبة إلى النقطة A إيه؟ وطلعت معلومة وجاهزة ما فيهاش أي مجاهيل وتلاحظ إن سرعة النقطة B كمتجه لازم تطلع عمودية على الـ R A B. تعال نعين سرعة النقطة دي. سرعة النقطة دي بتساوي أنا هنسيبها سرعة النقطة دي هي الفيصل اللي هتربط لي اتنين غير معروفين. هتربط لي سرعة النقطة دي هجيبها من ناحية الـ E وهجيبها من ناحية الـ B. سرعة النقطة دي هي عبارة عن سرعة النقطة B زائد الأوميجا A B اللي هي مش معروفة بالنسبة لي كروس الـ R دي بالنسبة إلى الـ B. وخلي بالك هنا هيبقى متجه الموضوع عند النقطة B. اتجه الموضع هيبقى عند النقطة B. البعد ده هيبقى 300 والارتفاع ده 75 يبقى معوض مباشرة سرعة النقطة B اللي هي بتساوي 7000 اتجاه الاي زائد 4000 اتجاه الجي دي في شقرة ناقص هنا يبقى هنا ناقص 7000 في اتجاه الاي زائد 4000 في اتجاه الجي زائد المحدده اي جي كي الاوميجا 0 0 اوميجا اي بي ما اناش عارفها والار دي بالنسبه لي بي انا لسه قايل لك عليها. البعد ده طوله 300 والبعد ده طوله 75 يبقى 300 75 0 فوق هات ال V دي بتساوي لما فك ده مع ده هيطلع صفر ناقص 75 في اتجاه سرعة النقطة دي هجيبها منسوبة إلى سرعة النقطة E زائد أوميجا دي دي كروس R دي بالنسبة إلى E. سرعة النقطة E بتساوي صفر اكتب المحددة اي جي كي 00 والمركبة اللي في اتجاه الكي هتبقى اوميجا دي كي ومتجه الموضع الدي بالنسبة للاي يبقى نقطة الاصل موجودة عند الاي يبقى ناقص 425 في اتجاه الاي و 425 في اتجاه الجي. فك المحددة دهيت يبقى الفي دي بتساوي لما فك ده هتدي صفر ناقص 425 اوميجا دي اي في اتجاه الاي ناقص لما افك ده هيبقى عندي صفر ناقص ناقص زائد وفي ناقص قدام الجي تطلع بزائد 425 اتجاه الجي. كده انا عينت سرعة النقطة دي من خلال النقطة E. دي المعادلة رقم 3. لو أنت بصيت على المعادلة رقم 2 والمعادلة رقم 3 عندك مجهولين في المعادلة. المجهولين هما الـ V الأوميجا دي E
والاوميجا اي دي. طيب اعمل ايه؟ انا جبت سرعه النقطه دي بالنسبه للاي وبالنسبه للبي، فلازم المعادلتين يطلعوا متساويين. يبقى من المعادله رقم 2 والمعادله رقم 3 لازم اساوي سرعه النقطه دي في الاتجاه اللي جايه من اتجاهين مختلفين، يبقى هعوض عن القيمه دهيت، يبقى ناقص 7000 ناقص 75 في اتجاه اوميجا اي بي، هتطلع بتساوي ناقص 4.25 في اوميجا اي اي. المركبه اللي في اتجاه محور الواي يبقى 4000 زائد 300 اوميجا اي بي، هتساوي المركبه اللي في اتجاه محور الجي ناقص 405 20 في اتجاه محور الواي. المعادلتين فيهم مجهولين، المجهولين اوميجا دي اي والاوميجا اي بي، احلهم مع بعض. طبعا المعادله الثانيه فيها اوميجا اي بي لوحدها، تقدر تنقل الاعداد كلها للاشاره المخالفه والمضروب تقسم عليه تعين الاوميجا اي بي. تعوض المعادله الاولى عن الاوميجا اي بي تقدر تعين الاوميجا دي اي. هحصل على المطلوب مني ان انا اعين الاوميجا دي اي والاوميجا دي اي والالفا اي دي اي والالفا دي اي. الاثنين دول اللي هم الالفا دي دي والالفا دي اي. مساله ثانيه اروح برضو اعمل نفس الحكايه بنفس المعطيات اللي عندي، يعني انا مش هحتاج كتير. الار اي بالنسبه للبي انا جبته، افرض فقط ان الالفا والالفا اي بي بتساوي صفر، هحصل على عجله النقطه دي اي مباشرة زي السرعة بتاعتها، هتطلع ما فيهاش مجاهيل الا خالص. هروح اعين عجلة النقطة دي منسوبة الى النقطة بي، وهعين عجلة النقطة دي منسوبة الى النقطة اي، واساويهم الاثنين ببعض، احصل على معادلتين. انا هنا هيبقى عندي مجهولين اللي هي السرعة الزاوية للقضيب بي دي والسرعة الزاوية للقضيب بي اي. طب السرعة الزاوية بتاعت القضيب اي بي بتساوي صفر عشان الدوران بيحصل بسرعه زاويه منتظمه. المعادلتين فيهم مجهولين، بقواعد الجبر الخطي البسيط اقدر احل المعادلتين مع بعض بالتعويض واحصل على القيم العدديه للسرعه العجله الزاويه للقضيبين المطلوبين. شكرا جزيلا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.